إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يا صبية سميتك بما سماك الله أيريون ميكايلا لوكريان بنتي أفيف رزقرزي لوكريان يا صبية سميتك بما سماك الله أيريون ميكايلا لوكريان بنتي أفيف رزقرزي لوكريان يا صبية سميتك بما سماك الله أيريون ميكايلا لوكريان بنتي أفيف رزقرزي لوكريان بارك الله فيك Thank you.